الحاج احمد من كفر الشيخ، اتفضل. مرحبا باشا. اهلا بيك يا فندم. اهلا مرحبا يا باشا. انا سرقت الطياره كفر نبروه. في نبروه؟ احنا كفر عدتي نهايات الميه، ولكن احنا كفر الشيخ ولكن الميه من داخليه. وسرقت كفر عدتي دي، الطياره دي ما بيوصلهاش ميه لغايه اول كفر عدتي دي ما بيوصلش. ما هي دي كتر خيرها دي على الحدود ما بينكم وما بين الداخليه يعني. مظبوط. عدت على 1000 واحد. احنا بدايات كفر الشيخ من نهايات الداخليه. ايوه عارف المنطقه دي. هي ما بيوصلهاش ميه لان طبعا على ما بتوصل عندك في اكثر من تعدي، في اكثر من مطور غير مرخص، في اماكن في ناس. لا ما فيش برضه، الهندسه ما بتتحركش خالص برضه، معلش يعني في 100 فتحه فوق. ما يحكموها شويه يعني، لو قفلوهم شويه من فوق هيتوصل ميه شويه، انما ما فيش تقفيل ميه خالص من فوق. واللي فوق اهو طاير ميه وخلاص، اللي بعده ما فيش اي ميه بتوصل نهائي، وممكن تقدر تشوفوا الوضع يعني على الطبيعه. احنا مش عايزين اكتر ان الناس تروي وخلاص والدنيا تمشي، لازم مش اكتر من كده، وعارفين ظروف الميه. ما هو لازم الكل يلتزم، ولازم يبقى في تحرير محاضر وعقوبه علشان المخالف يتم تغريمه. لان انت سبب عدم وصول الميه ليك ايه؟ انت بتقول للناس مش عايزه تلتزم، الكل لازم يلتزم، الراي لازم يخليهم يلتزم. انت عارف يعني، سيبك من الكل، جنب منك لو في حد مخالف اول ما بينزل الراي ويحضر محضر ويمشي هو بيرجع يعمل مخالفه تاني. يا ده الميه واطيه من فوق، واللي فوق اللي فوق منا او طاير ميه وبيروي وبيخلط، مفيش ميه توصلنا احنا تحت بقى دلوقتي. احنا ذنبنا ايه؟ ذنبنا موقعنا يعني نسيب المكان ونمشي؟ لا انت ما تقدر. انا قبل ما قبل المداخله بتاعت حضرتك دي بقول الفلاح ما هوش مهنه، ده الفلاح ده حضاره وتاريخ فلازم نحافظ عليه. تسيب الارض وتمشي تروح فين؟ انت ما تقدرش تعيش غير فلاح. طيب ما انا بقول بس. طيب ما احنا فانا هكلم وكيل وزاره الري، خلي بالك حتى لما نيجي نتواصل هتلاقيني بكلم وكيل وزاره الري بتاع الداهليه مش بتاعك انت في كفر الشيخ. انت المشكله دي جايه لك متصدره لك من محافظه تانية. ما انا فاهم الموضوع وجيت عندكم كتير وصورتها على فكره، حضرتك بتقول لي لو جيت صورتها. فحاضر يا حاج احمد، عينيا الاثنين. طيب الطيبه طيب دي ما وصلناش كفر الاتي، ما وصلناش ري طلخه، ده بجد ما بيسالوش فينا خالص والله. لا هو انت بتروح يعني له ما بيجوش ولا بيهتموا ولا هو بيتعامل معاك على اساس ان انت مش تبعه وانت تبعه. بس الميه تبعه. ما انا عارف، ما انا فاهم انت في مشكله في محافظه تانية بتسبب ان الميه ما توصلكش. عينيا الاثنين. ذنبنا ايه يعني؟ احنا ذنب الفلاح وذنب المزارع ايه؟ انا ما قلتش ان انت ليك ذنب، انا قلت ان انت عندك مشكله. حرمان وأنا والله وما في، والزراعه وحشه من قله الميه. انت زارع ايه يا حاج احمد؟ انا زارعين قمح وبنجر وبرسيم وفول. بالتوفيق. القمح عامل ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. بس مروش والله، يمكن روى ريه بس بعد ريه ال بعد ريه البذره بس. ما الجو الحمد لله مساعد ان هو يستحمل الحمد لله. ماشي يعني معلش. الدنيا ماشيه بس احنا عايزين وضع يعني. ري هو انت تطوير الري الحقلي ما جاش عندك خالص؟ لا ما جاش. ولا في المناطق اللي جنبك ولا لا؟ ري بالغمر كله، مفيش حاجه. كله غمر. امتى يا جماعه نشوف تطوير الحقل في الاماكن دي؟ بس اهتموا لنا بس من فوق. لو والله الاهتمام مش هي غير بالتطوير. مشوا على السرعه الهندسه لو مشت على. شكرا يا حاج احمد، بشكر حضرتك يا حاج احمد. وان شاء الله هيتم التواصل مع وكيل وزاره الري، وعايز اناقش واعرف مشروع تطوير الري الحقل وضعه ايه في هذه الاماكن.